خلينا نبرز العطرة وخلينا نشوف طاقتك انت شكلك متعلق و مش قادر تفك نفسك، لأنك انت شايف في شيء وراك مصيري انت متعلق فيه، سواء كان علاقة أو عمل. انت في علاقة شايفها انت هي كمصير إلك، أو في قرار انت مش قادر تاخده لأنه شايفه قرار مصيري، يعني يمكن يغير كل مصير حياتك أو مجرى حياتك كليتها. كمان انت متعلق بشخص، شايفه شخص يمكن شوي متقلب المزاج، عنده تقلبات في مزاجه كعجلة الحظ، يوم معك ويوم إلك. يمكن انت كمان بانتظار قرار مصيري، مش معاك القرار لكن انت بانتظار قرار مصيري من هذا الشخص. هل تفك نفسك من هذا، من نفسك من هذا التعلق وتمشي وتسيب، ولا تضلك مع هذا الشخص؟ المهم انك انت مش قادر تاخد قرارات، مش قادر تمشي لقدام، مش قادر تكمل في مصيرك. الشخص ده وراك شكل حازم جدا، وانت بتستنى منه في قرار. على فكرة الشخص هذا، لانك انت عارف انه الشخص هذا اذا اعطى قرار خلاص بكون هو صادق فيه، هو شخصيته جدية جدا وجامد هذا الشخص، لكنه ما ياخذ القرار. على فكرة ما ياخذ القرار، بس هو ما قالكش عنه لسه. كمان انت في العمل بتستنى في ترقية، في من مديرك، او بتستنى في مثلا تحصيل اتعابك، انت بانتظار انه يحكموا لك في اتعابك. يمكن انت في عملك مدير، ومثلا اللي تحت ايد المدير. احتمال هذا الشخص يكون في ارتباط غيرك انت، وانت بتنتظره ياخد قرار بينك وبين الشخص هذا. الشخص هذا ما اخد قرار، لكن شوي مجمد قلبه، يعني مش مشاعر، ما اخد قرار عقلاني. طيب خلينا نشوف المرتبطين. الشخص اللي شايفك انك انت شخص عنيد جدا، شخص دائما متجاهله، للمرتبطين احنا بنحكي، شخص دائما متجاهله، مو محب لنفسك. انا شايفك انك انت بتحب نفسك، بتحب ذاتك، اناني بعض الشيء. It's up to you. طبعا الموقف متوقف عليك، عشان عن جد فعلا هو شايفك انك كل اشي واقف عليك. انت شايفك انك انت عنيد، لا تقبل بالأقلية. شخص تنتقي كل شيء بالعند، مش متروي. هو شايفك انك انت متروي، لكن انت مثلا اذا الاشي بعكسك، بتعاكس هذا الشخص، فبتاخد القرار. شايفك انك انت بتعند. احتمال انك الشخص هذا طلب منك طلب، وبستنى منك قرار متعلق في المصير، احتمال كبير. هو كأنه عرض عليك عرض، ومستني منك انت تبوح في كلمتك. احتمال العكس، انت عرضت عليه عرض، ومثلا حطيت انه هذا القرار اللي راح ياخده مصيري، انه بعدها راح تقطع. مثلا في عرض واقف بينك وبين هذا الشخص، هذا الشخص بيستنى منك يا اما ردة فعل، يا اما انت بتستنى منه ردة فعل. بس انا حاسس ان انت يعني الشخص هذا عارض عليك شيء، لانه بقول لك هون it's up to you، يعني الموقف واقف عليك انت، انت صاحب القرار. فالشخص هذا عارض عليك شيء، وانت مطنش هذا الشيء، مطنشه ومش معطي للشخص هذا قرار، انت واقف في القرار مش راضي تاخده، لان انت شايف ان هذا القرار اذا حكيت يس او نو هو قرار مصيري. فكأنك انت متأني وصابر، وفي صبر، في قمة صبرك، وداخل في نفسك كبرج عذراء بتحلل وبتحاسب نفسك وبتراقب هيك شغلات. لهيك
الشخص ده شايفك عنيد جدا، وانت كأنك انت قاعد بتعاند فيه. لما يكون بينكوا اطفال، ونقطة القوة بينكوا هي الاطفال على فكرة. يمكن هذا الموقف انه عرض عليك مثلا نبقى مع بعض، انتوا تبقوا مع بعض عشان الاطفال بس، مش علاقة كاملة، بس عشان الاطفال. يعني شايف ان فيها تدخل اطفال، او الشخص هذا عرض عليك مبلغ انك انت تدير بالك هذول الاطفال، لحتى يعني انه يضلوا معك الاطفال وهو بيصرف عليهم مثلا مبلغ مالي، او الشخص هذا بيطالب انه يشوف الاطفال او انه يجيبوا الاطفال معي، لان انا شايف في بينكم مرحلة انفصال مش صايرة بس بدها تصير احتمال. خلينا نشوف. طيب هون، طيب شو نقطة القوة بينكو؟ الاتحاد. انتو شكلكو كل واحد برأيه، او متشبث برأيه، دائما متشبث في رأيه، لكن نقطة القوة بينكو هي انكو تكونوا متحدين ومتفقين على رأي واحد. انت شكلك لا، متردد دائما، ودائما رأيك انت متشبث في رأيك. فهون بقول لك القوة بيناتكم تكونوا في اتحاد مع بعض، عقلي وعاطفي وعملي. احتمال انتوا مع بعض في العمل، والشخص هذا مثلا عرض عليك عمل اخر، او انه هو يكون معاك في العمل. احتمال يكون نقطة القوة بيناتكم لحتى تضلوا مترابطين مع بعض، ما يكون العمل بيناتكم اقوى، او تكونوا مع بعض في العمل. طيب شو نقطة الضعف؟ نشوف إيه. انتوا زي ما حكيت لكم، انتوا كل واحد متشبث في رأيه. إيه، في فجوات كبيرة في هاي العلاقة بتصير، هي من وراء العصبية الزايدة بيناتكو. كمان انه انتوا زي دائما بيناتكو غضب، غضب. الغضب هو اللي بيضعف هاي العلاقة، خليها ضعيفة او مهددة بالانهيار في اي وقت، وعدم يعني ايه تبادل الآراء. انتوا بتتبادلوش الاراء، كل واحد باخد قراره من نفسه. حتى لو بينكم اطفال مثلا، بتفكروش في الاطفال قد ما بتفكروا مثلا في ذاتكم، في نفسكم. فانتوا كل واحد متشبث في رايه، ومش بيستشير التاني على العمل، على الاطفال. لا، انتوا كل واحد بقرر قرار بروح يرميه للتاني، وانت حر تقبل ام لا تقبل هذا الشيء، برجع لك. طيب شو نوايا الشخص هذا، او شو مخبي عنك؟ وشو نوايا الشخص هذا مخبي عنك؟ انه 6 اوف وند. الشخص هذا مخبي عنك انه بده ينتصر امام الاخرين، امام الناس، او امام اهله مثلا. داخل بتحدي مع اهله انه هو اللي تمشي كلمته، لانه مثلا عائلته عارفين انك انت شخص عنيد ولا تقبل مثلا بالشيء اللي عرضه عليك، فهو مراهن هذا الرهان. بعدين هذا الشخص مخبي عليك انه هو متكبر وبحب الانتصارات، لكن بيكون زي بيتنازل شوي عشان يوصل للاكبر، عنده شوية تنازل حتى يوصل للإشي، القمة. بحب يوصل للقمة دائما، بحب هو يكون مسيطر، مش باتفاقية منكم أو تكونوا متحدين على رأي واحد، لكن هذا الشخص بحب يكون هو المسيطر، هو القائد القطيع، هو القائد في المنزل، هو اللي كلمته تمشي. عشان هيك هو شايفك انك انت عنيد، هو شايفك انك انت كلمتك بتمشي مثلا في هاي العلاقة، وهو بحب يفرج الآخرين انه هو الشخص هو اللي ممشي هاي العلاقة، هو مدير أمورها. الشخص هذا مخبي عنك انه هو بحب شفت الحال، او بحب يفتخر ويتباهى انه هو مثلا هو القائد، هو اللي بيقود هاي العلاقة، أو بيقود هذا المنزل، أو أي شيء شو ما كانت نوع علاقته. هو بحب الانتصارات. الشخص هذا شو ما كانت كلمته، الشخص هذا بحب الانتصارات. طب هو شنو هي من ناحية العلاقة؟ هو يعني أنا شايفها إنه هو اللي يكون متحكم في العلاقة، هو المتحكم الوحيد. هو بده تكون العلاقة متحدة متوازنة، لكن بشرط انه يكون هو المسيطر، هو ماسك زمام الامور، هو ماسك كل شيء. فالشخص هذا، فالنصيحة بقولولك انه الموقف متوقف عليك انت،
في موضوع أطفال بيناتكم، إذا في نزاع على الأطفال فالشخص ده حابب وعنده رغبة كبيرة إنه يفوز بالطفل اللي معاك، فانتبه من هذا الشخص حابب إنه هو يكسب. أنا حاسسها هيك يعني، إنه بده يكسب، بده يفوز عليك، أو بده يتوازن يبين أمام الجميع إنه هو اللي كسب، هو كسب هاي الحرب، أو هو كسب وضعه في العلاقة كقائد، وإنه عرف إنه يلفك بكلمتين أو بعرض أو أنا أشوف أكتر عشان ما نظلمش يعني الشخص ده. بس أنت تذكر إنه ترى الكوين أوف وند، ملكة الرؤساء، الشخص ده ناوي إنه يغريك في عرض ما، ناوي يغريك في عرض ما. الشخص هذا شكله منجذب لك لكنه حسك انك انت اعلى منه، انت شخص مثلا وضعك الاجتماعي اعلى، شخص مهتم في ذاتك جدا، هو ناوي يفرجيك انه هو نفسك، انت حبك لنفسك هو نفسه يحب نفسه كمان. بس في اطفال في الموضوع، ممكن انتوا في نزاع بيناتكم على الاطفال، واذا كان في اتفاقيه على الاطفال بيكون افضل بيناتكم، اما الصراعات اللي راح تصير هي راح تكون مش لصالحكم ولا لصالح الاطفال. لكن الموقف هو الاطفال، الموقف اللي انت فيه هو متوقف عليك انت يا برج العذراء. طيب خلينا نشوف مع المنفصلين. هم بيحكوا لك في غضون الأشهر القليلة القادمة، أو في غضون لك تحسن في الصحة. It's good. طيب عشان أفهمهم مع بعض بحب أمسك أمي. انت احتمال هذا الشخص جديد في حياتك وعلاقة جديدة هي طازة احتمال البعض منكم، ودخلت في العلاقة سريع سريع وطلعت منها سريع جدا، انه هو شافك شخص قلول، انت قلق. انت يا برج العذراء بيقول لك فعلا انت قبلت الشخص المناسب، احتمال انت صحتك تعبانه على فكره، هو شايفك برضه تعبانه، هم بيقولوا لك فيه بطمنوك فيه للصحه تحصل. طيب اول شيء شو مشاعره من ناحيتك؟ هو شاعر انك انت، او هو حاسس بانجذاب ناحيتك، احس انك شخص عقلاني جدا ومسيطر على عقلك، لكن في انا شايف في تناقض يعني في الاحساس. خليني اشوفها شوي. تعرف الشخص هذا شو شايف؟ عندك شعر انك انت عزيز النفس، عندك عزة نفس، وليش؟ لانه شايفك انك انت شخص قلوب، وبعدين شايفك انك انت شخص عندك مستعد ترحل، ولا مثلا تخلي هذا الشخص مثلا يذلك او يهينك او ايا كان، او مثلا يعرض عليك عرض تحس بالذل من ناحيته، يعرض عليك يساعدك بالمصاري، يساعدك في العمل، يساعدك باي شيء. فالشخص هذا شايف انه انت عندك عزة نفس عالية جدا جدا، وكأنك انت مثلا شخص لا تميل لمصلحتك، شخص لما تحس الامور صار بدها حسم تحسمها، يعني شخص قاطع كالسيف. هو كيف بفكر فيك؟ هو بفكر فيك هارفين، شخص شايفك عقلاني، وانت بتميل في العلاقات للزواج او للعلاقات اللي فيها تفكير في العقل مش في القلب وبالمشاعر، يعني انت شخص تميل للعقل مش للمشاعر، شخص انت بميولك للارتباط للزواج طولي بدون لف ودوران وعلاقات طويلة الامد، لكنه هو شايفك انت او بفكر فيك كزواج، وهو بده يعطيك قرار لزواج. هو كيف كان شايفك في الماضي؟ وكان شايفك قلوق جدا جدا جدا، كان شايفك انك انت بتفكر كتير، وانت فعلا وشعر انك انت بتفكر جدا جدا قبل ما تعطي القرارات، قبل ما تعطي القرار كان شايفك قلوق جدا جدا،
والقلق والتفكير مسيطر عليك أكتر من المشاعر، كان أنت لا تملك مشاعر إلا بس تفكير وعقل. يعني أنت مثلا مش مشاعرك بتقودك في العلاقة، أنت يعني هل يصح أو لا يصح في العلاقة؟ وأنا شايفك إنك أنت عندك رهبة من اللي حواليك أو الناس اللي حواليك أو في ماضي مرقت فيه، أنت كأنك مش مفكر إنك أنت تفوت في هاي العلاقة. مدام قالوا لك إنه في هون شفاء، أنا اتخربطت فيها، بس مدام إنه شايفين إنه في هيلينج شفاء إلك، معناته أنت شخص إما مارق في علاقة وحاسس إنه مفيش عندك ثقة في الأشخاص، أو تفوت علاقة أخرى. هو شايف انك في اشي من الماضي مش قادر تنساه، او انت من عيلة يعني شايف انك عزة نفس وكبرياء، فانت من عيلة يمكن متوسطة، هو يختلف عنك، هو من عيلة مرموقة، عيلة غنية، شخص مثلا رجل اعمال او رجلة اعمال، امرأة اعمال يعني بزنس ويمان. يمكن في اختلافات بينكم، اختلافات في المدينة، وشافك شخص مختلف عن اللي عرفه قبل هالمرة. الشخص ده شافك انت مختلف، انت طالع من علاقة زواج، احتمال انت شخص منفصل في علاقة زواج، وهو جاء هذا الشخص بعد انفصالك من علاقة زواج، شافك انك انت عندك قلق من العلاقات، انك تفوت علاقة اخرى، لانه انت طالع من علاقة زواج سابقة، وكأن هي العلاقة لساتها مأثرة فيك، لكن هم طمنوكم في هيلينج وإنك أنت قابلت الشخص الصح. لكن الشخص هذا شايفك إنك أنت ألو على في ماضي مش قادر تنساه، أنت خايف من مثلا إن هو الشخص ده مختلف عنك في المدينة أو في الديانة أو أيا كان، في اختلافات بيناتكم، عائق بيناتكم، فأنت شايف إنه لا يصح هذا الشخص يكون في حياتك. هو شايف كذلك الأمر إن هو مش قادر يفوت حياتك، لأنك أنت إما مارق في علاقة سابقة طلاق أو علاقة صعبة، يعني علاقة كانت طويلة الأمد وخرجت منها، أو شافك إنك أنت عائلتك مثلا ترفض هذا الشخص لأنه هو مختلف عنك. احتمال أنت لسه ما أنهيت العلاقة اللي أنت فيها، أو مؤخرا، أو أنت بتضل تفكر إنك تنهي العلاقة ومش قادر تنهيها، لأنك مقيد مثلا بأطفال، مقيد بأسرة، مقيد بشيء أو بالعادات والتقاليد تختلف عن هذا الشخص أنت. البعض ممكن تكون في اختلافات بيناتكم، فالشخص هذا شايفك إنك أنت في إشي قلقك، في حتة قلقتك، في موقف قلقك، أو أنت طالع من علاقة فعلا قلقتك، قلقتك إن أنت كنت في شخص كنت معاه في علاقة سابقة وأخذك على الحب وتزوجت وكل شيء، واكتشفت إن الشخص هذا مخبي كان عنك شيء، فأنت أصبحت تخاف من العلاقات وتقطع. طيب شو نوايا الشخص؟ هل هو بيقدر الشخص هذا ناوي يضل يربطك من بعيد ويضل صامت ومتحفظ فيك، لكن هو بده يستناك قبل ما تعمل هيلينج شفاء، خروج من إحساسك بالوحدة والفراق والألم، وإحساسك بالقلق، وإحساسك إن نصيبك مثلا ما بتغير، هو مثلا أنت جربت مثلا العلاقات مثلا الزواج أيا كانت العلاقة، الإحساس اللي أنت بتمر فيه الشخص ده يستناك لحتى تخرج منها، لأنه شايفك لحد الآن كان شايفك ألو وما زال شايفك تعبان وألو، يعني أنت ما تغيرتش بالنسبة له، فكيف بده يقدم خطوة وانت لسه ما تغيرت؟ الشخص هذا اللي بده يضل متباعد لفتره ويراقب فيك، وانت تعمل شفاء لنفسك، انت محتاج شفاء تطلع من احساس الوحده واحساس ان كل الناس مثلا غدروك، او انت طلعت من علاقه كانت متعبه، كانت مثلا علاقه مؤلمه نفسيا، فهو راح ينتظرك تطلع منها، بعدين هو راح يقدم خطوه. الشخص هذا متحفظ فيك وهو في عقله انت كزواج، لكن بستنى فيك تطلع من اللي انت فيه، اللي بتمرق فيه او انت معيش نفسك فيه.
والمهم عندك هيلينج، وهو بنتظرك انك تعمل هيلينج على فكرة. والشخص ده بيربطك جدا جدا جدا، متابع معاك للآخر. أتمنى إنك أنت مثلا عندك أطفال والآن تتركهم وتروح لزواج آخر أو علاقة أخرى، وخايف عليهم، خايف إنك تتركهم وحيدين ومفيش مثلا أسرة تهتم فيهم، مفيش طرف، والشخص مثلا هذا رافض إنه تكون معاك، يكون معاك أطفالك في العلاقة هاي. لكن هذا الشخص راح يكون متحفظ برأيه على فكرة. الشخص هذا يمكن عرض عليك عرض زواج مثلا، وانت معك اطفال وانت خايف على الاطفال، لكن مثلا قطعيا دون الاطفال او دون الاسرة او دون شخص. طب خلينا نشوف الكراش، وانت تستحق الحب يا برج العذراء. نشوف الكراش هون ايش بيحكوا لك. اول اشي بيقولوا لك هون في حل سلمي وانت تستحق الحب، في حل سلمي. خلينا نشوف شو الحل السلمي. هل ببادلك نفس المشاعر وشو نواياه؟ هل راح يعترف لك ولا لا؟ أو الشخص هذا شايفك متوازن جدا، وشاعر إنك أنت نفس المستوى التوازن بيناتكو، أنت كأنك بتشبهه، حاسك إنه أنت سكس أوف بنتكل، أنت من الطبقة اللي هو بنتميلها أو من العرف اللي هو بنتميله، هو شايفك إنك أنت طليق فيه، نفس التوازن. نفس التوازن، وشعر انه انتو تنفع لبعض. هل هو نفس بيبعد لك نفس المشاعر؟ نعم، هو بده بداية معاك، واحتمال الشخص هذا شايف فيك مشروع انتو الاثنين بس تنفع تعملوه، تكبروه مع بعض. هو شعر انك انت فرصة، او بيبعد لك نفس البدايات. مش عارف اذا انتو كنتوا مع بعض في عمل وصار نزاع بينكم في عمل، والشخص ده شوي تزعزع عنك أو تباعد عنك بسبب العمل أو بسبب شخص آخر عنده طرف آخر هو لسه مخلصش منه. فالشخص هذا رح يجيك ويعرض عليك على فكرة عرض حل سلمي. هو هذا الكرت إنه اللي ببادرك نفسه، طبعا ببادرك، لكن هو بده يعرض عليك عرض حل سلمي. إذا الشخص هذا كان في زواج آخر غيرك أنت يا برج العذراء، فالشخص هذا يعرض عليك عرض يناسبك أنت. في شيء هو بده يعمله يناسبك أنت يا برج العذراء، سواء كان زواج، سواء كان عرض في عمل. إذا كنتوا أنتوا في نفس العمل وانفصلتوا من العمل وكل منكم راح على حدة، فالشخص هذا يمكن يرجعك للعمل معاه وتشتغلوا مع بعض أكتر. الشخص هذا نواياه يبني أحلامه معاك، وشايفك فرصة، فرصة، فرصة. الشخص هذا شايفك منتكل كتير، يعني شايفك حلم من أحلامه اللي بدها تتحقق. كمان أنت تكون شخص كاريزما من كل شيء، حتى في العمل، حتى في الشكل. الشخص هذا مبهور فيك وشايف كأنه أنت لوحة فنية أمامه. بس خلينا نشوف نواياه، يعني صادقة أو مش صادقة. أنا وهي صادقة جدا، أحبك الشخص هذا جدا جدا، أحبك ومعجب فيك ومشوش فيك وهيك متفاجئ فيك، وكأنه شايفك إنك أنت شخص متوازن، شخص عملي، وشخص على فكرة عطوف وحنون وطيب، وأنت تشعر بالآخرين. شايفك إنك أنت تشعر بالآخرين، وأنت بتعرف وجع الآخرين، وبتعرف كيف تطبطب على وجع الآخرين أو تشفي الآخرين. وشايفك شفاء، شايفك فرصة. الاس اوف بانتيكل والاس اوف سورد، اس اوف بانتيكل والاس اوف كابس. تخيل، وشايفك شيء عظيم، يعني شيء جميل وكبير جدا، وبحبك حب صادق جدا جدا جدا. هاي راح يعترف لك. الشخص هذا مش متحمل اصلا يضل يحلم فيك و يكابر. بس انا مش عارف ليش في حل سلمي. اذا انتوا كنتوا مثلا فتحتوا الموضوع
وتبادلت الآراء، ومثلا ما عجبكش رأيي قلت له روح، أنا مثلا مش عاجبني الرأي تبعك وشايفك متوازن، أنت بتحب بتكون كل شيء أو إلك عارف قيمة نفسك وما بتتنازلش عن شيء يقلل قيمتك، يعني إذا إشي حسيته قلل قيمتك لا ما بتتنازلش عن هذا الموضوع، ده شيء يرفع قيمتك. عشان هيك بقولك أنت محبوب، أنت تستحق الحب، لأنك يعني أنت نفسك عارف قيمة نفسك. إن شاء الله خير يا برج العذراء العاطفة. خلينا نشوف العمل، طبعا أنا بغير الكروت عشان هي طاقة عاطفة وزواج، وهذا خلينا في طاقة العمل نشوف كيف عملك يا برج العذراء. قبل ما نحكي عن العمل، إن برج الميزان، برج الميزان وبرج الثور، برج الدلو، برج السرطان، وفي طاقات نارية مائية نارية ترابية وهوائية، كل الطاقات موجودة. هنشوف طاقتك، الدم، السرطان، السرطان والعقرب. هلا نشوف العمل والصحة والمال، عفوا السفر، بدي بس المال هي تشمل العمل. نشوف برج العذراء انت تعمل شفاء لنفسك يا برج العذراء، هذا او يعني بالصدفة انت عندك شفاء لقلبك، انت بتعمل شفاء لقلبك او تشفيت وفتحت قلبك للحياة وللحب، او في حدا بده يمكن للكراش مصر انه يحكي لكم بحبكم، بس انا فتحها هدول الكروت طاقة عمل. الدراسة كل شيء طبعا. نشوف العمل، الصحة، السفر، الدراسة. شكلك انت مهتم في عملك جدا، شكلك انت معروض عليك عرض وانت بتفكر فيه، او انت عرضت عمل على شخص اخر يشاركك فيه، تفوتوا مثلا شراكة، او انت شخص مشهور ومع مثلا مرموق ومعروف ومثلا على السوشيال ميديا في محيطك، وفي اشخاص بيعرضوا عليك عروضات مثلا تمول لهم مثلا عملهم عن طريقك. خلينا نشوف. طيب انت اول اشي عملك في شيء انت متجاهل عرض، انت متجاهل يعني بدي ارجع لك للطاقة، هي في انت اشياء متجاهله هو تقرر مصيرك. للبعض منكم انتو يا برج العذراء في عمل اللوحانيات، احتمال تكون انت شخص قارئ تاروت، قارئ فنجان، او بصيرتك قوية جدا، وانت يمكن عمالك بتقوي بصيرتك لحتى تستغلها أو تنميها، تنمي قدراتك الروحانية جدا. احتمال أنت بتعمل عمل في السر وأنت مش حابب حدا يعرفه، أنت زي حابب إنه يكون عمل سر في السر، ما بدك حدا مثلا يعرف أو يعرفك أنت كشخص، يعرفك شخصيا، كأنه أنت بدكش حدا يعرفك، أنت مثلا شخصية وبتظهر بشخصية أخرى وما بدك حدا يعرف هاي الشخصية. احتمال انت تكون طبيب معالج، لكن راح تكون طبيب معالج في الروحانيات، في علاج الروحانيات، علاج شفاء الأشخاص نفسيا.
احتمال ده بتعالج الأشخاص نفسيا، مثلا من شخص مثلا عنيد ومسيطر ومتسلط تخلي شخص لين وهادئ واجتماعي، من شخص متوحد لشخص اجتماعي. يمكن انت مسؤول عن شخص أو شخصين، شخص فيهم عنيد وشخص لين جدا، وانت بدك تعكس الشخصيتين. وكأن هذا العمل انت مثلا الاشخاص الناس مثلا ما بيعرفوش في هذا العمل، عمل اضافي غير عملك مثلا انت منجز فيه. احتمال انت داخل عمل تجميلي، تجميل او ازياء، او انت مثلا شخص بتغير الشخص، هيئة الشخص من التجميل، يعني في التجميل اغلبا، في التجميل يعني البعض منكم تغيير هيئة الشخص، مثلا لون الشعر، الملابس، الإكسسوارات، هاي الشغلات. طيب خلينا نشوف الصحة. مؤخرا يا برج العذراء انت طلعت من كسرة قلب، او انت كنت عامل عملية في قلبك وانت اتشفيت تماما من هاي العملية. للبعض منكم انت كنت بحاجة عملية، وكأنه في ناس اتبرعوا لك وقدموا لك تبرعات لحتى تعمل هاي العملية، وكان على حسابك الشخصي مش على حساب مثلا المستشفى. انت يمكن تاخد هيك حبوب شوية لعلاج القلب، في اشي عندك في القلب مشكلة هي برج العذراء، لكن انت راح تطلع منها، راح تطلع منها. في عندك يمكن وجع بتحسه بمفاصلك ورأسك بيزيدوا مع بعض مثلا، وانت بتدور له على علاج، في رحلة علاج انت بتدور عليها، بتبحث عنها على الانترنت مع الاشخاص مع العائلة، وفي حدا قدم لك هذا العلاج مجانا، احتمال انه يكون مجانا. في شيء، او انت طبيب قلب وانت بتحب تساعد الاخرين في الشفاء مجانا. احتمال انت بتشاور اشخاص في عملية زرع قلب، او وانت متردد من هالحكاية برج العذراء. احتمال حدا من الاسرة تعبان في القلب، مش شرط انت يعني، الله يعافي الجميع، لكن مش شرط انت، احتمال حدا في الاسرة تعبان عند القلب، وانت بتستشير في العائلة مثلا انه شو العلاج المناسب له، او مثلا المشفى المناسب له، انت بتستشير في العائلة، في استشارة بينكم طبية، لكن هاي العملية راح تتم وراح يكون كل شيء تمام، يعني مش راح تأثر على الشخص هذا او عليكم. في شوية اشخاص جسديا تعبانين كمفاصل وشغلات، هاي راح يتشافوا منها ويطلعوا منها، ولكن شيء حدث. طيب خلينا نشوف السفر. السفر يا برج العذراء، انت جاك رد، رفض، زعلان جدا جدا، وعندك رفض يا اما لجنسية او هوية، او رفض امني، او انت في عندك احلام بالسفر لكن لا تملك المال انك انت تحققه، وزعلان من نفسك، وكأنه حاسس انه انت بدك شغل كتير حتى تقدر تسافر وتوصل. حاسس انه السفر واقف على على مال، قضية مال وبناء احلام. انت بدك تسافر عشان تحقق احلامك. للبعض منكم في شوية تعب، نفسي، وبدكم تغيروا نفسيتكم، مشوشين، حابين تسافروا لبلاد فيها فقراء وتوزعوا لهم مثلا صدقة، أو تبنوا مثلا مسجد، جامع، أو أي شيء، يعني شيء فيه صدقة عشان أنتوا تتحسنوا نفسيا، حاسين إنه أنتوا إذا أعطيتوا راح تريحوا نفسيا. بس خلينا نشوف العمل. انت شكلك بتدرس كتير يا برج العذراء، عندك امتحانات كتير، انت بتدرس في شيء
يمكن اونلاين، تدرس اونلاين انت، يمكن تدرس اونلاين مع وضعنا في كورونا، يمكن انت تدرس على الاونلاين، وكأنه حاسس بغضب من ناحية الدراسة على الاونلاين او البعد. انت عندك غضب فظيع وحاسس نفسك انك انت عندك بتعمل جهد كبير، احتمال انت شخص بتدرس على الانترنت شغلات عن الرياضة، الجسد، عن الفن، او بتلف حوالين العالم على مثلا عندك بحث عن ديانة معينة، معتقد عن شخص مثلا مرموق، وعندك بحث كثيف عنه عامل بحث عليه، في شيء انت عامل بحث عليه عن طريق الانترنت، وانت زي بدك تخلصه بسرعة بسرعة وتسلمه، وكأن عندك عامل مجهود كبير فيه، في بحث انت عامله، وكأنك بتتواصل مع ناس كتير لحتى توصل لشخصية هذا الانسان او للبحث المعين اللي انت عامله، سواء فيزياء، كيمياء، اي شيء انت، او مثلا ادب. انا بس انا بشك انه ادب اشي ادبي، شخص مثلا معروف وانت بتتساءل عنه بكثرة، وبتتواصل مع الناس عشان تقدر توصل للغزة او توصل عن حياته، عن كل شيء، تعرف عن حياته اكتر. في تواصل على الانترنت، انت تدرس شيء عن طريق الانترنت او عملك على الانترنت، تقعد على الانترنت كتير. هذا هو يا برج.